هل تؤيد رحيل مروان محسن عن النادي الأهلي؟ لا ما أيدش، إن هو لاعب كويس، لاعب محترم محترف، المفروض يعني ماخد جبهة حلوة في النادي الأهلي. والله أنا شايف إن مروان خد فرص كتير، ودلوقتي الأهلي عنده كذا مهاجم، محمد شريف طبعا بيعيش أفضل فترات حياته، وفي وولتر بواليا، و يعني شايف إن مروان محسن يطلع إعارة كده لأي فريق كبير يستعيد فورمته، وممكن يرجع النادي الأهلي في المستقبل إن شاء الله. من رأيي يطلع إعارة سنة ونشوف، لو اتحسن يرجع تاني النادي الأهلي. كتير بس ما مش متجانس مع الفريق. لا هو يبقى موجود بس ساعات بتجي له فرص وبيضيعها. خد فرص كتير و يعني كل فين وفين حتى بيجيب جول. مروان محتاج انه ياخد فرصه ان هو يطلع اعاره، يسترجع ذاكره الاهداف، ومروان هداف كبير يعني، وكان في منتخب مصر وكده، ولعيب كبير يعني الى حد ما طبعا، يعني خد فرص كتير وبتاع، بس يعني هو لسه التوفيق مش ملازمه يعني. لو اي مهاجم تاني خد الفرصه اللي هو خدها كان هيبقى احسن منه بكتير كتير قوي الصراحه. يعني بواليا ده لو ياخد نص الفرصه اللي واخدها مروان هيبقى مهاجم في لافيو التاني ان شاء الله. اللعيب ما بيفرقش مع الكلام ده، لو هو لعيب مش هيفرق معاه الجمهور او غير جمهور يروح. انا عن نفسي نفسه يمشي الصراحه يعني. يعني كهربا لو ياخد نص الفرص على اللي بيعمله كهربا ده، لو نزل مكان الفرص اللي هو بياخدها هيبقى احسن منه ب100 مره.